يا رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك وعلى صحبك المنتجبين، صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله. يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرم، حجر على عيني يمر بها الكرام، من بعد نازلة بعترة أحمد شتى مصائبهم، فبين مكابد ثم وبين مصفدي شتى مصائبهم، فبين مكابد سميا ومنحورا، وبين مصفدي سل كربلا كم من حشايا لمحمد نهبا بها، وكم استجذت من يد ولك يمد من زاك أريق بها، وكم جثمان قدسي بالطفوف ممددين، وبها يا غلايا يا صدر الحسين ترقرقت غبراياته حزنا لأكرم سيدين، فعلي قدر من ذؤابة هاشم يا حسنا منابعه بطيب المحتدي أبديه من ريحانة ريانة جفا بحر ضمان وحر مهندي لله بدر
بدر من مراق نجيعه. مزج الحسام لجينه بالعسجدي جمع الصفات الحر وهي تراثه من كل غطر وشهم أصيدي. في بأس حمزة في شجاعة حيدر حبيب الحسين وفي مهابة أحمد سالف لك يا هل تنشد الصايا الصايا يا 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 ما يجف دمعك بليلو ولا نهار اصبع طغش مهيوب من غير الانصايا من غير أصحاب الحسين. هنالك 17 شخص من أسرة الحسين من أبناء الحسين 17 مهيوب من غير الأنصار جسوم ظلت غثر بلاه يفهم أردن جديد وين أبو فاضل الحيد جاوبتني انقطايا من غند الوتيد وانفضخ راس أبغى مود الحديد وجثتي جفوف أردن جدج خاف جازين النشيد وين الأكبر وين غباس الضمام قالت حبول النوح استغيد وخلي غينك تنهمر بهذوف إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. آمنا بالله صدق الله مولانا العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآله. هنالك شيء لابد أن ننتبه عليه في الآيات التي تتحدث عن إرسال الأنبياء. هنالك نقاط ثلاثة مهمة. النقاط الثلاثة هي مسألة الاختيار ومسألة البعث ومسألة الهداية. اختيار الله سبحانه وتعالى وكذلك بعث الأنبياء أو الرسل، لأنه أول قضية أنه كيف أن يكون هنالك اختيار في البداية، كيفية الاختيار
هو بيد الله سبحانه وتعالى. الله يجتبي من رسله من يشاء. الله اختياره للرسل بحسب قانون إلهي خاص. هذا القانون إلى الآن ما مكتشف، إلى الآن ما معروف، وحتى لو عرف ففات الأوان، لأنه خاتمية النبوة قد جاءت وانتهى الأمر. وهنالك بعد الاختيار تكون مسألة أخرى تندرج، اللي هي مسألة البعث. الله سبحانه وتعالى يبعث الأنبياء إلى الأقوام، وهذا كذلك بمقدار معين، يختلف من قوم إلى قوم، من طريقة إلى طريقة، من أسلوب إلى أسلوب آخر، من لغة إلى لغة أخرى، من قابلية إلى قابلية أخرى. يعني نشوف أكو من الأنبياء من لديهم القابلية على أن يتعاملوا. أبو علاوي عيوني تعال هنا، أنا قاعد لنا بس على متصاير بالطريق أنت، جزاكم الله خير الجزاء. قابلية للأنبياء، بعض الأنبياء تشوف أنه عنده قابلية، لماذا؟ لأن يطول عمره. وقابلية أخرى لا، بعض الأنبياء بالفعل أنه تشوف عمره طبيعي، حال حال الناس الآخرين، ويعيش مع قومه برسالته. وهنالك ثقل النبوات كذلك، النبوات مختلفة من ثقل إلى ثقل آخر. هذه نبوة ثقيلة، هذه نبوة أولي العزم، هذه رسالة، تلك لأقوام بشكل عام. وهذه جميعها الهداية وما شابه ذلك تفيدنا بعبارة واحدة فقط نستطيع أن نستخلص منها فائدة في هذه المقدمة، اللي أنه النبوات والرسالات متدرجة بحسبها. يعني نشوف أنه الله سبحانه وتعالى أعطى مقادير خاصة لبني إسرائيل مثلا، وأعطى مقادير خاصة للنصارى، ومن ثم أعطى مقادير أوسع للمسلمين. فهذا الاتجاه هو اتجاه التعامل، التعامل بالرسالة يكون بهذا الشكل. ولذلك المجتمعات دائما بحاجة إلى أن تكون هنالك هداية لهم، إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. هذه الهداية قد تكون هداية هي نفسها بالإنذار الأولي، الإنذار اللي جاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ونلتقي به الآن مع كل النقاط. وفي بعض الأحيان لا، تقتضي أن تكون هنالك هداية للأقوام من قبل أشخاص. هؤلاء الأشخاص إما يذكرون الناس بتلك الرسالة الأولى، أو يأتون بأشياء، هذه الأشياء كانت مخفية عن الناس في تفاسير أو أشياء جديدة، يعني حسب صلاحية التشريع للهداة الذين هم في الأمة. ولذلك نقول أن الأمم تحتاج دائما إلى ماذا؟ إلى تذكير. بل أنه في بعض الأمم مو فقط تحتاج إلى تذكير، تحتاج إلى صدمة في داخل الأمة حتى تصحو الأمة. وهذا الصور ماكو واحد يختلف عليه، خاصة وإحنا الآن نعيش مع هذه الأمة اللي قاعد نشوفها، أمة الإسلام الآن بأمس الحاجة إلى صدمة، وصلت بها الدرجة من التكفير والقتل والانتهاكات، انتهاكات الحرمات وتضييع مصالح المسلمين في كل جانب وفي كل ناحية إلى مستوى لا يطاق. مثل هيك أمة يحتاج لها صدمة، وهذه الصدمة في بعض الأحيان الله سبحانه وتعالى يعطي للناس صدمات، حتى هذه الزلازل وما شابه ذلك. الله سبحانه وتعالى يريد ينبه الناس، يريد يقول للناس أنه هنالك موت وهنالك حياة، وهنالك قدرة ربانية، وأن هنالك من الأشياء ما يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يفعلها
وإن كانت لكم قوى علمية وقوى تكنولوجية أنتم تعيشون بها. الآن إيش قد التكنولوجيا وسعت كل شيء إلا أنها تذوب أمام تلك الأعاصير، تذوب أمام التقلبات مال الضغط الجوي، لأن ما تعرف، يقول لك الجو صحو وما شابه ذلك، وإذا بذلك الساحل فد عاصفة كبيرة في الترنادو أو ما شابه ذلك تسحق الناس بأكملهم. أصلاً هو حتى اللي هو مسؤول على الطقس في تلك الأماكن لا يعلم بهذه المسألة، وهنالك من الأمراض ما تصيب الناس والناس لا يتعظون. فالحياة بأكملها هي موعظة، وإذا واحد يشكل على هذه المسألة يقولون زين الله سبحانه وتعالى عادل غير عادل في هذه القضية، أنه الله سبحانه وتعالى هاي المجموعة من البشر تقولون عبارة عن صدمات وما شابه ذلك، عبارة عن مواعظ، عبارة عن عقوبات. أقول الله سبحانه وتعالى خلق البشرية بأكملها، وهذه البشرية من حقه كخالق أن يتصرف بها، مو أنت تتصرف بها. والعقل يقول هنالك شيء اسمه التعامل التكويني، أنت الآن إذا تريد تأكل، من تريد تأكل تحاسب المولى على أنه هل المولى له عدالة أم ليس له عدالة إذا صار فعل معين في الطبيعة ومات شخص معين، لكنه ما تحاسب نفسك أنه أنت تمسك لك حيوان وتذبحة وتقتله وتقول الله سبحانه وتعالى سخره لي. إذا على هذا الاعتبار هذا كذلك، هذا شيء قبيح وذاك شيء قبيح إذا على اعتباراتك. أما على الاعتبارات الربانية فالله سبحانه وتعالى سخر تلك الموجودات لتتفاعل بعضها مع بعض لكي تكون تلك الحياة الدنيا وتلك الأيام نداولها بين الناس. المهم مو هذا موضوعنا، الموضوع أنه الأمة في بعض الأحيان تحتاج إلى من يوقظ تلك الأمة، من يوقظها، من يصحي تلك الأمة، ومن يستطيع أن يصحي تلك الأمة. الأمة في بعض الأحيان تشوف إبراهيم عليه السلام عندما جاء إلى أمته، إبراهيم شاب، هذا الشاب يعيش في داخل أمة، هذه الأمة تعبد الأوثان، وإجوا هؤلاء قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. ذولي المجموعة اللي جايين، فجابوه قالوا لهم اجلبوه على أشهاد الناس، يعني خلي الناس كلهم تشهد. هم ما توقعوا أنه إبراهيم عليه السلام، النية التي موجودة عند إبراهيم أنه يريد إبراهيم أن يعاقب أمام الناس أو أن يحاسب أمام الناس. هو إبراهيم نفسه غايته من خلال السياق القرآني، إذا تلاحظ سياق القصة، إبراهيم عليه السلام هو يريد أن تكون المحاكمة أمام الناس. ليش؟ حتى يصرع الناس بتلك الصدمة، الناس تريد تصحو. موسى عليه السلام عندما قدر أن يلتقي مع السحرة التقى مع السحرة أمام الناس. هسه موسى لعله القرآن ما يكشف هذه النية عند موسى، لأنه قلت لك الأنبياء حتى في معارفهم، حتى في مستوياتهم، مستويات ومعارف مختلفة، هذه المستويات هذه المعارف مختلفة تماما من نبي إلى نبي آخر، من رسالة إلى رسالة أخرى. إبراهيم كان يمتلك هذه الطاقة أنه هو يسير الأمور، لعله موسى ما كان يمتلك تلك الطاقة أنه يجبر أعداءه أنه يأخذونه أمام الناس. ولذلك اللي حدد المكان مال موسى منه فرعون والسحرة، لكنه مكان إبراهيم منه حدده؟ تصرفات إبراهيم، تصرفات إبراهيم اللي هم بعد ما قالوا من فعل هذا بآلهتنا، بعد ذلك يقولون إنه لمن الظالمين. إنه لمن الظالمين ليش؟ باعتقادهم هم من الظالمين. يريد يقول
أكو تفكير عندهم مغاير لتفكير إبراهيم. هذا التفكير يجعلهم يعتقدون أنه إبراهيم كان ظالم بتكسير تلك الآلهة، بتكسير تلك الأصنام. جابوا إبراهيم، إبراهيم يريد يصحي الناس، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ هو سكت، قال بل كبيرهم هذا، الكبير مالتهم هو اللي فعل، لأنه هو ايش سوى؟ هدم كل الأصنام وبقى هذا الكبير. وعد ما نظروا إلى الكبير ماذا قال لهم؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون، ما قال فاسألهم أو فاسألوها، قال فاسألوهم، اسألوا ذولي، لأنه يريد يعبر يقول إذا سألت ذلك الكبير وفعلا كان ناطق، فالكبير هو اللي مهدم، فبالتالي راح يدافع عن نفسه، راح ينكر أو راح يكذب. فاسألوهم، اسألوا هذه الأصنام التي من حول ذلك الصنم الكبير إن كانوا ينطقون. فرجعوا إلى أين؟ القرآن يقول إلى أنفسهم، يعني رجعوا إلى الفطرة. الفطرة تقول لهم الأصنام لا تتحدث. انصدمت الأمة، الأمة أصبحت لا تستطيع أن تتكلم، الجماعة أصبحوا لا يستطيعون أن يتكلموا. ليش؟ لأنه كيف يرجعون إلى شيء لا ينطق؟ من الذي ربح في المعادلة؟ اللي ربح إبراهيم عليه السلام، إبراهيم أراد هذه القضية. هسا بعدين إبراهيم يحرق بالنار، إبراهيم يقطع، إبراهيم ما أدري إيش، وصل إلى الغرض. الحسين عليه السلام، هسا سابق لأوان هذا الحديث، الحسين سلام الله عليه وصل بالطريقة الإبراهيمية، بعدين يقطع بالنار، ما أدري شو يسوون بالحسين، هذا مو غرض الحسين. الحسين يعلم أنه الجسد يبلى، الجسد يتقطع في الأرض، الجسد قد يقطع، الجسد عبارة عن شيء تكويني، لكنه الكلام في القضية العقلائية، القضية المعنوية، القضية الحقيقية اللي هي يريد أن يدافع عنها الحسين. إبراهيم عليه السلام يريد يدافع عن هذه المسألة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندما جاء يقاتل مع الناس، يجلس مع الناس، يريد يعطي للأمة هذا النوع. عندما جاء بالقرآن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، عندما جاء بالقرآن، جاء بالقرآن، والعرب ماذا كانوا؟ أكانوا فعلا أميين؟ كانوا أميين؟ لا، من يقول كانوا أميين؟ مو معلقاتهم هاي إلى اليوم الآن. نحن من أراد أن يجيد الشعر فيذهب إلى أين؟ إلى المعلقات. هذا الحكم نفسه أبو الحكم، أليس من بلغاء العرب كان في ذلك الوقت؟ مو تذكر كتب السيرة كان يتنصت على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو يسترق ذلك السمع؟ يقولون كان يجلس بالقرب من بيت رسول الله، يريد يستمع إلى عذوبة ذلك الكلام، إلى القرآن وإلى بلاغته. مو كان هنالك مجموعة من الشخصيات تقرأ وتكتب؟ أليس هنالك بعض الشخصيات من العرب التي كانت تحيط بمكة وبالمدينة، كانت هذه الشخصيات من الكتاب ومن القراء، ولديهم كتب ولديهم أسفار ولديهم توراة ولديهم إنجيل، وجاءوا وقالوا للناس، ثم قالوا له سلوه، يقولوا لأصحاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، سلوا محمد ما حال ذي القرنين، ما حال مثلا أهل الكهف الفتية التي ذهبوا، يقولون له ما حال الفتية الذين ذهبوا عن قومهم ودخلوا ذلك الكهف، بلغنا بهم. منين جابوا هاي المعلومات إذا كانوا لا يقرون ولا يكتبون؟ مو إحنا عدنا في بعض الأحيان نتعامل مع القضية لغويا، لغويا خو ما يخالف، أمي يعني لا يقرأ ولا يكتب، وبعض الأحيان خل نتعامل وياها بطريقة أخرى، خل ننفتح على الآية. يابا أمي مو فقط لا يقرأ ولا يكتب، نحن أميون الآن، مع احترامي للذين يسيرون على الخط المستقيم،
ليش أكو أمة أمية هسه بهذا الوقت مثل الأمة الإسلامية؟ أكو أمة مجرمة بحق دينها مثل أمة الإسلام؟ هسه ذولاك قالوا إن الله ثالث ثلاث أو ثالث ثلاث عفوا، بس وسكتوا، لكنه بس تعالي إلى جماعتنا. شرك واقعي، كفر واقعي، ما كفر مسلم مسلمة إلا وباء بها أحدهما. هذا الصراع الحقيقي اللي قاعد يجري الآن. إذن جاء إلى أمة أمية فكريا منهجيا، يئدون البنات الأطفال، يجي واحدهم يدخل وعلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول له: يا رسول الله، لي بنت، وهذه البنت قد وصلت معي السعي، وبعد ذلك أخذتها في يوم من الأيام معي إلى قليب، يعني بئر. القليب همات مو مثل هسة متروس مي، لا، عبارة عن صخر ويجري قليل بين الصخر ذلك الماء، وهذا الصخر اللي موجود هناك يكون صخر كبير. يقول: قلت لها: بني انظري ما تحت، ما يوجد في القليب. يقول هي هم ببراءتها نظرت، يقول: أنا دفعتها، سقطت على رأسها ثم ماتت. أيغفر لي الله؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يتعامل مع هيك مجموعة، مع هكذا مجموعة تنادي لا يشرب الماء إلا منين؟ إلا من قليب دم، ولا ينام له جار على وجلي. هاي العرب اللي كانت، العرب بالجاهلية كان أحدهم يطلع الصبح، شلون أنت هسه تشغل السيارة وتريد تطلع إلى العمل، هو يشغل الناقة مالته أو الفرس مالته والرمح بيده ويطلع يقتل اثنين ثلاثة يسلبهم، لو جايب مرته وبناته وياه، لو جايب الغنائم وياه، ويجي يقعد يأكل من أموال الآخرين. هذه كانت حياتهم. بل أكثر من ذلك، يدخلون، يقول أحد الشخصيات تذكر تاريخ العرب، تقول: رأيتهم يطوفون حول الكعبة، يقول يجي واحدهم إلى سنام ذلك الإبل، يقول يضربه بشفرة، شفرة اللي هي هاي خنجر صغير، الخنجر الصغير يسمى شفرة، يقول يضربها بالشفرة ويضع فمه تحت السنام. زين، ما شاء الله انتشرت عندنا دواء جديد من الإبل بالسعودية. زين، هذا الـ 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 النوع من التصرفات كان يتعامل معها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن شقد قسوة، شقد تحتاج هذه الأمة من صدمات حتى تعيش الأمة الحياة الطبيعية. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم، ينطيهم كل تلك الآيات ويعطيهم تلك التزكية، تزكية النفس. لكن تزكية النفس منين تجي؟ ترى مو من عندهم، مو من عندهم هم، لا، تزكية النفس تأتي من خلال شيء آخر، تأتي من خلال: وبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. بهذه الرحمة، بتلك السعة التي كانت في صدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، الرسول كان يتعامل مع الناس بهذه الطريقة على حد سواء، بحيث أنه يدخل أحدهم على مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يبحث عن رسول الله، عندما يدخل يجد أن هنالك مجموعة من الناس جالسة، مجموعة من الرجال يجلسون، وبينهم طبعا الرسول، ينظر إليهم، يريد أن يعرف، يقول لهم: أيكم محمد؟ يريد أن يعرف. هكذا كانت طبيعة الرسول. الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه
قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يجلس معنا في المسجد كأحدنا ويأكل الطعام معنا. ففي يوم من الأيام قدموا لأمير المؤمنين طعام، ذلك الطعام اللي هو الطعام الخشن، طعام أمير المؤمنين سلام الله عليه يختلف عن باقي الأطعمة. يعني دورات الآن تشوف أكو بعض الأطعمة أطعمة لذيذة، أطعمة طيبة، الإمام دائما يحاول يأكل طعام أفقر الناس في المدينة أو في الكوفة. والخشن مو الخشن هذا اللي يصور بعض الأحيان، للأسف بعض الأخوة من يريد يوصف يقول خشن كانت الخبزة مالته الرجل لا يستطيع أن يأكلها إلا ويكسرها وين؟ برجله. خمومة، هذا مو بشر، هذا اللي ما يأكل خبزة إلا يكسرها برجله. لا، خشن بمعنى ملح الجريش، هذه القضايا، يعني مو الطعام اللي هو مؤتلف، ف يعني مو الطعام مال الطبقة الوسطى، الطبقة الفقيرة بهذا الشكل. يقول فقدمنا له الطعام، أحدهم قال له يا أمير المؤمنين لم تأكل ذلك الطعام، هذا الطعام خشن عليك سيدي مولاي. قال لقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأكل أخشن من هذا الطعام، يريد يتعايش مع الناس، يريد يعطي الرسالة بأجمل وجه، يقاتل فتنكسر رباعيته. يعني بداية الوجه اللي هي جمالية الوجه، نظارة الوجه تكون بهذا الرباعية اللي موجودة عند الإنسان، لكن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم لا يأبه بكل هذه الأمور، يريد أن يقاتل، والله سبحانه وتعالى يضفيه جمالا فوق جماله لعطائه للإسلام. هذا كان العطاء اللي الأنبياء، الله سبحانه وتعالى يريد أن يغني الناس بماذا؟ بمثل هذه الرسالات، بمثل هذا العطاء. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفروا الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الناس التي عاشت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كانت لا تستطيع أن ترفع صوتها فوق صوت النبي إلا ما ندر، واللي يرفع صوته فوق صوت النبي هذا يصير منبوذ في داخل الجماعة. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تعلمون. يعني القضية واضحة، واضحة أن له من العظمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى، والعظمة لله جعلها له لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بحيث امتلك قلوب تلك الناس، امتلك ذلك التغيير. ذلك التغيير ما يستطيع أي إنسان يغيره، الناس من الصعوبة تغيير الناس لأنه ما تستطيع، لكن مع ذلك واجه الكثير من المشاكل وتغلب عليها. كان الكفار يحاولون أنه يثيرون شبهات، شايف اليوم تثار شبهات، شقد شبهات الآن تثار في داخل الجسد الإسلامي، داخل الجسد الإسلامي، وهو الجسد صار هم مهرة أقول لك، يعني بحيث أنه ما صار إلى طعم الآن. أم للأسف الشديد بعض ضعفاء النفوس من المسلمين يحاول أصلا يريد يشوف لفد ثوب جديد على مود يلبس الإسلام، كأنما الإسلام مال أبوه أو مال خلفوه. ساعة يقول الإسلام الراديكالي، وساعة الإسلام الليبرالي، وساعة الإسلام المتحضر. مو إحنا عندنا لغة، اللغة هذه اللغة طبيعتها بها تضاد وبها تقابل وبها ماذا ترادف وبها اشتراكات. إذا أنت البعيد طبعا اللي ما يعرف كيف يتعامل مع اللغة خليه يبتعد، اللي ما يعرف كيف تعطى الأسماء خليه يبتعد. مو من الصحيح يجي واحد يلبس الإسلام زي هو اللي متخذه. انت قول هذه حقيقة الإسلام بهذا الشكل، وما فهموه البعض هو الفهم الخاطئ.
يعني القضية خلي نرميها على مسألة الفهم، لا هروبا من إسلام، لا، بل لتوضيح الإسلام. الآن عندما تصير عندكم نقاشات في الجامعات، بعضهم يقول لك أنت مسلم شيعي أم سني. أنا هم لقيت واحد، أنت من العراق؟ قلت له إيه من العراق. قال منين من العراق؟ قلت له بطل، هاي السالفة قديمة، أنت تريد تقسمني منين من العراق وبعدين تقول لي أنه أنت ذا من هاي المنطقة، إذن أنت شيعي أو أنت سني. شوف لي قضية أخرى هيك، يعني ضحالة بالتفكير، ضحالة بالتفكير. دول المجرمين استطاعوا أنه يصلون إلى نقاط حساسة في داخل المجتمع، ولا ما عندنا فت شيء أنه هذا مسلم داعشي ومسلم ما أدري شنو، مسلم النصرة ومسلم زين. فذولي حاولوا أنه يلبسون الإسلام، اللي بالجامعات واللي بحالة محك مع الناس مو من اللطيف أن يتبرع بالأجوبة. التبرع بالأجوبة مسألة خطيرة، لابد أنه تكون هنالك طريقة أنه الآخر استمع له، استمع له شوف وين يريد يوصل، ثم بعد ذلك تستطيع أن تتحدث معه. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم جاء مع مجموعة، وبذلك الإسلام الحنيف جاء بهذا الإسلام، وذول المجموعة ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون، لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين كفروا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. يقولون أنتم يعني هل أنتم مجانين تتبعون محمد؟ محمد هذا جاي بأكذوبة بسحر بما شابه ذلك، عندما عجزوا عن كل القضايا أوكلوها إلى ماذا؟ إلى السحر، إلى الكذب، إلى الادعاءات. قالوا ما لهذا النبي يأكل الطعام ويمشي وين؟ في الأسواق. زين شلون تردون؟ لولا أنزل معه ملك، أو لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. خل الله سبحانه وتعالى يبعث له ملك ويكون له أو معه نذير، يعني ساعد في الرسالة. كأنما القضية أكو نقص موجود أو خلل موجود في شخصية ذلك المرسل، بينما هي من أعظم الشخصيات باتفاق الجميع في ذلك الوقت. صلوا على محمد وعلى آله. القرآن هم يجاوبهم يقول ولو جعلناه رجلا لجعلناه ماذا؟ ملك، أو لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون. نفس الحالة، نفس الالتباسات اللي ينطلقون بيها إذا كان هو إنسان طبيعي، أنه ينطلقون بيها إذا كان هو إنسان أو إذا كان ملك من الله سبحانه وتعالى بهيئة إنسان. الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يعيش معنا في كل النقاط وفي كل حركاتنا، وسعيد من جعل ذلك الرسول نصب عينيه، دائما يتذكر الرسول. ولعله من أقصر الطرق هو آل محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الطريق المهيع، يعني الواضح، وضوح تام ما قابل إلى شك. هذا الطريق الذي أورده الرسول صلى الله عليه وآله وسلم إلينا، هذا الطريق اللي نشوف منهج ذلك المنهج الواضح. واحدهم إذا كان في زمن معين قال خيرة العلماء إن أفضل من يعبد الله سبحانه وتعالى في الأرض هو ذلك الإمام. هذه الرواية تتجدد مع كل إمام من الأئمة، وجدناها مع الإمام الباقر،
الإمام الباقر والإمام زين العابدين سلام الله عليه، العلماء في زمانه كانوا يقولون إنه أعبد أهل الأرض. وجدناها مع الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه، أعداؤه يشهدون أنه ما عبد الله أحد في زمانه كعبادة الإمام موسى بن جعفر سلام الله عليه. وهكذا سارت القضية إلى الرضا من آل محمد، ثم بعد ذلك وإلى يومنا إلى قائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، الذي نحن ننتظر أن يأتي بتلك الهداية التي مسحت عن الأرض تماما. دائما نقول له يا صاحب الأمر أدركنا، فليس لنا ورد هني ولا عيش لنا رغد، طالت علينا ليالي الانتظار يا ابن الزكي، فهل لليل الانتظار غد، فكحل بطلعتك الغرة لنا مقلا، يكاد يأتي على إنسانها الرمد، ها نحن مرمى لنبل النائبات، فهل لليل النائبات غد، هب أن جندك معدود، هب أن جندك معدود، فجدك قد لاقى بسبعين جيشا ما له عدد. إذا أنت جند اللي عندك معدودين، سيد رضا الهندي يحدث خاطبة هذا القصيدة لسيد رضا الهندي، يقول له إذا أنت جندك معدودين، خو جدك الحسين سلام الله عليه لاقى بسبعين شخصا لاقى الحسين سلام الله عليه تلك الجموع، هذه الجموع، ولاقى خميسا يملأ الأرض، جمعه بعزم له السبع الطباق تميد. الإمام الحسين بهذا العزم بهذه الإرادة لاقى الناس. والإمام الحسين سلام الله عليه ماذا لديه؟ لديه كذلك مو فقط الرسالة تسير في دم الحسين، ولا فقط مبدأ الرسالة تسير مع الحسين، ولا فقط أنه الحسين سلام الله عليه خرج من أجل أن يتم تلك الرسالة، رسالة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان هنالك ذلك الشبه العظيم. دولي عد ما ترجع إلى أشكالهم سلام الله عليهم تشوف هذا الشبه العظيم الذي هو شبه الرسول، عيونهم، وجوههم، أجسادهم جميعها، فهي أجساد رسول الله، فهي عيون رسول الله، ذلك الوجه. وحالة طبيعية أنه الإنسان إذا أنجب أحفاد وأولاد تشوف تقول هذا شبيه فلان، لأنه ولد فلان. وكان من تلك الشخصيات، كان هنالك ولد للحسين سلام الله عليه، هذا الولد هو علي الأكبر سلام الله عليه. علي الأكبر كان أشبه الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، وهذه فد مسألة هواي مهمة، منطق برسول الله. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا كان ينطق، إذا كان يتكلم، يحب المستمع أن يستمع إليه. سبحان الله، هؤلاء المجرمون عندما خرج عليهم ذلك الشاب، ذلك الولد للحسين عليه السلام، علي الأكبر عليه السلام، عندما خرج لهم خرج بهيبة رسول الله، بطلعة رسول الله. الإمام الحسين كان مع ذلك الشاب الذي هو عشريني العمر، في مطلع العشرينيات، والإمام سلام الله عليه يحضن ولده، يقبل ولده. بعد ذلك خرج علي الأكبر إلى القوم، قال الحسين سلام الله عليه: اللهم اشهد على هؤلاء القوم، لقد خرج عليهم غلام أشبه الناس.
الناس خلقا وخلقا ومنطقا برسول الله، وكنا إذا اشتقنا إلى رسول الله نظرنا إلى وجهه أيوا ويلاه وسيداه وعلياه، آه لعنك الله يا عمر بن سعد وقطع الله رحمك كما قطعت رحمي، لا حول ولا قوة إلا بالله. آه يقولون خرج على القوم وهو يرتجز ويقول أنا علي بن الحسين بن علي، نحن وبيت الله أولى بالنبي، أضربكم بالسيف أحميقا أبي ضرب غلام هاشمي غلوي، فعلا قاتل قتال الأبطال هنالك. وإذا الحسين يتغير لون وجهه، زوجته أم علي الأكبر ليلى نظرت إليه قالت سيدي يا أبا عبد الله أراك قد تغير لون وجهك، قال لها بلى لقد خرج له من أخاف عليه منه. فعلا خرج بكر بن غانم، قال لها ليلى ادخلي إلى خيمتك إلى الخيمة ثم ادعي لولدك علي. يقولون دخلت أمه إلى تلك الخيمة وهي تدعو يا معيد يوسف إلى طبت الخيمة هالغريبة تدغي وغلب نيها مريبة والقلب ضامي شبلهيبة، وتوسلت لله بحبيبة وبالحسين وش ما بي مصيبة، يا راد يوسف من مغيبة ليعقوب ومبطل نحيبة، يا ريتك علي سالم تجيبا. الحسين ينظر إلى ولده، قلبه مع ولده، اللي فاقد ولد يعرف شنو معنى الولد، اللي يحب ولده كذلك يعلم ما معنى ذلك الولد عندما يكون بهذه الطلعة بهذه الطلة البهية. يقولون وإذا بعلي يرجع إلى أبيه الحسين سلام الله عليه، يقول له بوايا شربت أمي يزقيني اتقوى وريد للقام وحدي. فعلا العطش قد اخذ ذلك الشاب الحسين سلام الله عليه، يقول له ولدي علي ضع لسانك على لساني. يقول عندما الراوي عندما كنا ننظر الى لسان الحسين كان كالخشب اليابس لم يشرب الماء، قال له بني علي ادخل الى امك وودعها، دخل على امه
ودرها ثم رجع بعد ذلك. هو أراد أن يخرج إلى القوم، ناداه الحسين قال: بني لا تخجل، سوف يسقيك جدك شربة ماء، لا تظمأ بعدها. كأن ذلك هو الوداع بين الحسين وولده. أخذ الحسين علي الأكبر احتضنه وهو يبكي، يقول الراوي: إلى أن وقع على الأرض من شدة البكاء. أويلي من تلاقى وغد الوداق، مشابا طول لمن هو وللقامق، لاغبنا البي والابو لامق. قالوا لي: يا يا ابو يا وداقي لك شار، يشم حسين خد ابنا ويحب. ودمغه مثل دمع ابنا يصب. النار اللي بقلب ابنه بقلبه. شو يسوي الحسين؟ ها يريد يخفي تلك النار، يريد يخفي تلك الدمعات، ذلك البكاء، لكنه لا يستطيع. إلى أن خرج علي الأكبر إلى القوم، قاتل قتال الأبطال، وإذا بمر بن منقذ التميمي ينظر إلى علي الأكبر، يقول: حميد ابن مسلم سمعته يقول: لأذكلن أبا الحسين به. ثم بعد ذلك رماه برمح وقغى على في ظهره، ثم بعد ذلك ضربه بسيف على رأسه، وقع على قربوس فرسه، أخذه إلى مخيم الأعداء، احتوشه القوم من كل جانب، هذا يضربه على كتفه، وذاك يضربه على رأسه، وذاك يضربه على قدمه. أيوا سيدا يا هو غليا يا هو أكبرا يا. خرج له الحسين وهو منكسر، إلى أن وصل إلى جسد ولده، أزاح القام عن ولده، جلس عنده بكى بكاء شديدا، بكى قد غندى وبكى وناداه: يا ابني يا ابني يا ابني، غبتوني وحيد ورحت وغني. قعد غندى وبكى وناداه: يا ابني غبتوني وحيد ورحت وغني. يا ابو يا فرايا ياكم والله جتني. بقي الحسين لوحدي: يا ابو يا فرايا ياكم والله جتني، وطب راتك ضقت بيها المنية. يا ابو يا قل لي شلايا وغليك. يريد يسمع الحسين، يريد يعرف شلون داروا على ولده. شايف هذا الخبر، واحد يريد يعرف خبر ولده كيف، أو خبر ولده كيف يموت، كيف قتل. يا ابو يقل لي شلون داروا وغليك، أظن من الطبر ما ظل نفس بيك. دحاتي
عشيك وحياك جدك صواب البيك بيم. يقولون خرجت أنفاس علي الأكبر في هذه الساعة. الحسين حمل ولده وقيل أمر الغلمان أن يحملوا ولده علي الأكبر. أخذوه إلى تلك الخيمة. من في الخيمة؟ النساء من حوله، بنات النبوة، زينب عليها السلام جاءته جلست عنده وهي تصرخ وتنادي: وولداه وغلياه وضيغتاه وشبيه محمدا، على الدنيا بغدك الغفا يا بالله يا شبان لا تونمون. يا شبان بالله لا تونمون، تونايون تصدغون قلبي من تونون. سيدتي زينب، بأي حال أنت؟ مع هذا أم مع العباس أم مع الحسين؟ حنت فلم يرى ترى مثله يقول نوائحا إذ ليس مثل فقيده إلا فقيدا. للغيس تحكيها إذا يا حلت ولا الورقاء تحسن غندها يا الترديدة. ولا غندش بغد ظل يا الليالي بيت وصفا يا من الزلم خالي. الوادم قبل تطلب نوالي بجال اخوتي والراس غالي. ما حسبت بالوقت تالي يذبني ويخلي الدمع هالي. اللهم اغفر لنا يا الله، اللهم تب علينا يا أرحم الراحمين. ارفع هذه الغمة عن هذه الأمة. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والمنافقين يا الله. اللهم ارحم أمواتنا يا الله. شافي مرضانا. الأخوة الحضور، الأخوة المؤسسون، تقبل اللهم أعمالهم بأحسن قبولك يا الله. من كان صاحب حاجة، من كان مريض، لكل الأخوة المرضى نقرأ الآية الكريمة: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم اكشف السوء عن جميع المسلمين.